شوفي لك هلا اختي معقول تكون بالجامعه مع هدول الحقره؟ صدفه سيئه محمد، شو طالع بايدنا؟ صدفه سيئه. هالحقير بالوقت اللي عم يزعجنا هون كتير، ليكون عم يزعجها بالجامعه كمان. يعني لو كانت فريحه عم تشتكي منه او عم يضايقها كانت خبرتك، ما هيك؟ باعتبارها انه هي ما حكت شي لهلا، هذا بيعني انها قادره انها تتحمله. سهر، شو تتحمل ما تتحمل؟ شو هالكلام هاد؟ احكي مثل الخلق. ما قدرت حضرتك تفش خلقك باختك، جاي تفش خلقك فيني محمد؟ لك خلص انا اسف، بس متضايق كتير. وانا كمان ما برضى زعلك، بس انت عن جد معك حق تتضايق. يعني بالنهايه اختك رفيقه الزلمه اللي في بينك وبينه عداوه كبيره كتير، يعني شغله ما بتنبلع، ما هيك؟ هنن مانن رفقات، بس بيعرفوا بعضهم بالجامعة. يا روحي ما في فرق إنه يكونوا بيعرفوا بعضهم أو رفقات بالجامعة، يعني الواحد ما بيعرف شو يعمل محمد، وأكيد هلأ عم يخطر على بالك شغلات كتيرة.